تسناو في عيد كبير انهم يتوصلوا بالدعم وما توصلوش له الاكثريه ديالهم ما عيطش تيتسناو الان الدعم باش على الاقل يعاونوا في الدخول راه ما تنطلبوش الحنان بوحدو باش حتى ما يقولوش كاين طلبتو الحنان عطيها لكم راه تنطلبوا الحنان مع التحقيق النقط المدرجه في المطلبي وهي دعم الارباح والعاملين الى ما كانش حالات وبائيه في انخفاض يومي وتالي وبالتالي انه اغلاق ديال المرافق العموميه خصوصا الحمامات ما اصبحش عنده شي جدوى وبالتالي اليوم الناس اللي باقي متحملين المسؤوليه الحكومه المنتهيه صلاحيتها اللي مازال متحمل المسؤوليه تنطلبوا منها تنفيذ قرار اللجنه العلميه وتوصيه اللجنه العلميه باعاده فتح الحمامات ونطالب كذلك من الحكومه المعينه التي ننتظر تعيينها يعني مازال ما معين فيها رئيس الحكومه وتنتسناو انه الاحزاب الثلاث انها تشكل هذه الحكومه وترفع لصاحب الجلاله باش يصدق عليها تنطلبوا انه مستقبلا الحكومه اللي غتعين راها مطالبه بتنفيذ الملف المطلبي اللي هو بالفعل التزام الحكومي اللي بالفعل التزمت فيه الحكومه بتخصيص دعم العاملين خصو انه يخرج وغنضطروا انه في حالة ما انه ما خرجش غنرفعوا دعوة قضائية ضد الحكومة المعينة والحكومة السابقة لأنه ما يمكنش وزير يجي قبة البرلمان هي قبة شرعية وعندها قدسيتها ويجي يكذب على المغاربة هادشي غير مقبول فاللقاء التواصلي اللي درناه اليوم هو واحد اللقاء تواصلي مع الأرباب ومع العاملين لانه لا يعقل اليوم تنسمعوا بان اللجنه العلميه ماشي بقينا تنسمعوا يعني كاين تصريحات ديال اعضاء في اللجنه العلميه تيقولوا بانه الاصابات في منحى يومي وبالتالي لابد انه راه صادرت خرجت واحد التوصيه بانه يكون تخفيف ديال الاجراءات اللي هي متخذه وبالتالي اليوم خاص لابد الجهات المسؤوله يعني احنا ما بغيناش نحدوها واش حكومه راه وزير الداخليه ممكن انه ياخذ قرار ديال انه يتفتحوا الحمامات ويتفتحوا واحد المجموعه ديال المرافق احنا ما تندوي على الحمامات دابا وما راه كاين مرافق اخرى يعني القاعات ديال الرياضيه كاين القاعات ديال الحفلات هاد الناس كلهم اليوم خاص لابد انه يتخذ قرار باش الناس تحل من تنجيو الحمامات الحمامات راه عانت مده سنتين راه لا يعقل انه هاد السنتين اللي عانوا فيهم مالين الحمامات وحتى في ديك الفتره اللي فتحنا لهم اللي فتحنا لهم من مارس راه زدنا لهم في المعاناه ديالهم لان راه ما كانش الانسان تيحل حتى تيمشي انه يستثمر واحد 200000 درهم 300000 درهم باش يقوم بواحد المجموعه ديال الاصلاحات وبالتالي انه فتح شهرين باقي ما وقلنا لي غتخدم 50% خدم الى الله ب 10% 15% لانه كاين تخوف ديال المواطنين ما تيمشيوش للحمامات يعني احنا عارفين راه كنا ما تنسمعوا الناس يمشيو للرباط يمشيو لبير جديد هذاك الشيء ما انعكسش يعني من الناس فتحات الحمامات ما خدمتش بواحد الشكل مباشر وبالتالي انه اليوم الدوله خصها تدعم هذه الارباب ديال الحمامات تدعمهم بطريقه اخرى يعني ماشي بطريقه مباشره عبر اعطاء منح وهذا ولكن تعفيهم من الضرائب وهذا مساله منطقيه ما خدمتش عامين كيفاش غنخلصك ضرائب يعني اتخاذ قرارات ديال تاجيل اداء الديون ما يمكنش غنحل غدا ويحل يجي عندي مول الكري يقول لي خلص لي 24 شهر راه هذه صعيبه على الاقل اننا نلقاو واحد الحلول توافقيه باش نخليو هاد الناس انهم يجيو من اللي لوحتوا بالتصعيد وتوعدتوا انكم ديروا وقفه احتجاجيه وكذا رفع دعوه قضائيه ضد الحكومه حطينا جوج ديال الحوايج اساسيه حنا قلنا بانه من تنقولوا الحل رفع دعوه قضائيه راه من اجل تنفيذ التزام حكومي راه ماشي انا اللي دويت كالذهبي ولا ككاتب عام راه وزير دوله شخصيه ثانيه في الحكومه السابقه جا لقبه البرلمان اللي هي قبه ديال التشريع وقال بانه تخصص دعم لهذه الفئات راه ما يمكنش نجي يكون عندي واحد الالتزام حكومي ما نفاش به هاد الناس 6 شهور ما تيتسناو هذا الدعم يوصلهم وتيعانيو راه ماشي ناس عاديين ما عندهم حتى لقمه عيش ديالهم تياخذوها من الحمام اذا انا من الحكومه ما توفاش بهذا الالتزام لابد غادي يكون واحد النوع ديال التصعيد اما عن طريق رفع دعوه قضائيه وقفه احتجاجيه غنشوفوا الاشكال النضاليه اللي ممكن اننا توصلنا لتحقيق الطلب بالنسبه للارباب كذلك راه هاد الناس هادو بالفعل عامين هما سادين ما يمكنش نقول لهم خلصوا ضرائب عامين هما سادين ما نقولش نجيو غدا نقول لهم خلصوا الديون اللي متراكم عليهم اذا خاص لابد الحكومه انها تبرك معاهم تلقى صيغه من الصياغ اللي بالفعل انها تدعمهم راه هادو هما المقاولات الصغرى والجهات الصغرى والمتوسطه اذا كنا بالفعل ترفعوا شعارات سياسيه في هذا الدعم ديال هذه المقاولات ونبداو نبينوا على هاد الناس هادو اننا ندعمهم ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام.